احنا كنا بنفكر طبيعي ان احنا يعني ننظر في اللقطات اللي صورناها في باب الخلاء، لكن فوجئنا بخبر رحيل رجل احنا اتشرفنا جدا بان احنا اتقابلنا معاه، واسعدنا جدا وجوده في حلقات باب الخلاء. والراجل دوت رجل ملهم، قصة نجاح كبيرة تقدم ليها فارس سينمائي رحل عن حياتنا، ويقدم شخصية بمنتهى الروعة. راجل ممكن لما تبص لحياته تشوف قد ايه الناس ممكن تقاوم الحاجات الصعبة في الحياة ويقدر يجد لنفسه مكان. طول الوقت كل انسان يستطيع ان يجد لنفسه مكان بالعزيمة، يفشل وينجح، يفشل وينجح لغاية ما بقى يعني هو هذا الرجل. انا مش عايز اقول لكم الاسم، لا اسمه ولا اسم البطل نجمنا العغالي اللي رحل على عن عالمنا ايضا، لكن احب ان انا نحكي الحكايه من الاول، لانه اللي كان لطيف في الموضوع ان انا رحت صورت معاه في طنطا، والراجل يعني اسعدنا بالحوار وقعد على راحته واتكلم زي ما هو عايز، ويعني كان حوار بسيط ودافئ وفي ملامح كتيره مهمه. لكن اللي حصل انه لما نزل على مواقع التواصل حقق نجاح يعني ارقام كبيره جدا. انا ما بحبش بقول شافنا بالمليون ولا 2 مليون، ما بحبش الحكايه دي، بس هو اتشاف 2 مليون مره او اكتر، اكتر بيقولوا لي اكتر. ليه كده؟ هو ليه اتشاف 2 مليون او 3 مليون؟ ليه؟ زي ما الله يرحمه الدكتور مشالي اتشاف مش عارف كام، 7 مليون ولا مش عارف ايه. عشان حضرتك وحضرتك عايزين تنجحوا، فبتحبوا قصص النجاح، بتحبوا قصص الصعود، بتحبوا ان يبقى ليكوا قدوه في الحياه ما تعرفوش، مش مهم من بعيد عرفت القصه فدي تدي لك حماس، راجل ما تعرفوش خالص. ايوه هي قصص النجاح، خاصه زي ما مثلا احمد زكي عمل النمر الاسود، كان مكسر السينمات. ليه بقى؟ لان قصه نجاح حقيقيه. في فرق بين قصة النجاح اللي كتبها مؤلف كبير زي عمنا وحيد حامد فتبقى حاجة جميلة جدا جدا لكنها فيلم، لكن لما يكون البطل ده حقيقي وحصل في حياتنا بالفعل تقوم انت تدرك ان انت ممكن تبقى زي الراجل ده. ليه لا؟ ممكن تبقى زيه، وممكن تبقى زي دي وزي ده وزي ده وزي ده وزي ده، بس تبقى انت عايز يعني مش عايز بالكلام، عايز زي هذا الرجل اللي استطاع ان يحقق نجاحات في هدوء وببساطة، لكن بجد خد الحياة بجد او بجد زي ما بيقولوا. تعالوا يعني نذكر هذا الرجل اللي راح من عن عالمنا الاسبوع اللي فات، فيعني نتمنى له رحمة واسعة، ونتمنى لأهله الصبر، ونقدم ليكم نموذج احنا اتشرفنا بيه، واظن ان هو شخصية ممكن تحطها تقول فلان الفلاني هذا رجل ملهم.